صار لهم سنين بعيدين عن أهلهم ودارهم. كن أنت السبب للتواصل. إحنا بين أهلنا وفي بلادنا، فسهل علينا نتلاقى. لكنهم تركوا كل شيء عشان لقمة العيش. استنزفنا كل طاقاتهم عشان يبنوا بلادنا، يستاهلوا ولو أقل تقدير. عطهم بطاقة شحن تلفون، وكن أنت السبب أن العامل يكلم أهله أو شخص قريب له، وخلوا رمضان هذه السنة غير. The month of Ramadan comes only once a year, so do not waste it by sleeping all morning. Ramadan kareem!